الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا. حياكم الله سماحة الشيخ. أهلا بكم. الله يحفظك. سماحة الشيخ، السؤال الأول، كيف نواجه الموجة الإعلامية الشديدة ضد الشيعة، ضد عقائد الشيعة اليوم؟ نلاحظ أن الأجيال الأخيرة مع شديد الأسف موجة أمريكية سعودية موجهة ضد شباب الشيعة بالذات وخاصة في العراق. كيف نواجه هذه الموجة حيث أنه ظهر جيل جديد مثلا ينكر العقائد، ينكر بعض ضروريات التشيع، كيف نواجهها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هم يودون إلقاء الشبه والتشكيك وغيره موجود. الآن مشكلة النفوذ الوهابي لا تسمح به. نفوذ الوهابي والنفوذ الأمريكي حرر العراق منه حتى ترتاحون. ما دام أنه الأمريكان لهم نفوذ في العراق، الوهابيين لهم نفوذ، راح يظلون يبثون هذه الشبهات على الشباب وعلى الجيل العراقي، والله يعيذكم منهم. يجب مواجهة هذه الشبهات وهذه الموجة، يجب مواجهتها، وأصل مواجهتها أنه طهر العراق من هؤلاء الأرجاس. نعم نعم، إن شاء الله بعد الفاصل نتابع. شكرا.